انا مذهوله مش قادره اصدق. انت تعملي كده يا هبه؟ انت تعملي كده ازاي؟ تعملي كده في مامتك وباباكي؟ دول عمرهم ما اثروا معاكي في حاجه. انكتمي وبطلي عياط وفهميني ازاي ده حصل. انا ما عملتش حاجه حرام، كنت متجوزه. متجوزه ازاي يعني؟ متجوزه في السر من ورا مامتك وباباكي وتقولي ما عملتش حاجه حرام؟ يطلع مين ده؟ يطلع مين؟ وازاي ده حصل؟ احنا كنا متجوزين عرفي، ورقه معايا ورقه معايا. تتجوز عرفي ورقة معاه ورقة معاكي؟ ليه كده؟ ليه كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ورا مامتك وباباكي وتقولي ما عملتش حاجه حرام؟ يا طنط ده جواز على سنه الله ورسوله. لا لا، ده لا جواز على سنه الله ولا على سنه رسوله. انت مجنونه. الجواز الصح يعني على ايد مأذون والناس كلها تعلم بيه. وبعدين انت عندك ولي امر، ابوكي موجود على وش الدنيا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا زواج الا بولي. تتجوزي كده ازاي؟ وبعدين ده يطلع مين وفين عشان نلحق المصيبة اللي عملتيها قبل ما توسح أكتر؟ ولا أنت هتستحمليها ولا مامتك ولا باباكي؟ ولا قلت لحضرتك إن كنا كنتوا إيه؟ لا بعرف إني حامل. ألحيت عليها شديد قدم لبابي ونتجوز رسمي. عمل حيلة وسرق الورقة بتاعتي وقطع الورقتين وقال لي أنت طالب واللي في بطنك ده مشكلتك حليها. نهار اسود يا نهار اسود. يطلع مين ده؟ يطلع مين ده اللي عمل معاكي العامله السودا دي؟ هات الرمزي ده المذيع اللي بتشتغلي معاه في البرنامج؟ وده يبقى ابوه اللي اسمه رمزي ياسين الصحفي. ومامته فيها معادلي اعلاميه. طب لما هو ابن ناس كده وحبيته بعض، ليه ما جاش يتقدم لمامتك وباباكي ويتجوزك عادي جواز رسمي شرعي زي بقية الناس؟ عشان اهله عايزين يتجوزوا بنت خالته، البنت الوحيدة لرجل اعمال صلاح جابر. وهو بقى النخة اللي بيسمع كلام مامته وباباه في موضوع زي ده؟ وحضرتك النخة اللي وافقتيه على انه يتجوزك جواز عرفي؟ يا طنط انا عارفة اني غلطانة، غلطت في حق نفسي وغلطت في حق اهلي. انت اخر مرة شفتيه امتى؟ 3 ايام بعد ما سبعيني من البرنامج. رحت اترجعه عشان يقابل بابي ويصلح اللي عملناه. كان في منتهى الوقاحه وقله الادب وقال لي لا شفتك ولا اعرفك ولا تحاولي تقابليني او تكلميني تاني. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. طب هنعمل ايه؟ مش عارفه يا طب. انا فرطه رهيبه. هدي المصيبة. عرفي يا وفهان ومن أولها طلع ندل، وفضيحتنا هتبقى بكلاكل. حاول ايه لأبوها اللي جاي دلوقتي؟ هو انت اتصلت بيه؟ طبعا اتصلت بيه، ما هو كان لازم يعرف، لازم يشوف هنتصرف ازاي في المصيبة دي. مش عارفة هتكلم معاه ازاي، هقول له ايه؟ مش عارفة هنتصرف في المصيبة دي اصلا ازاي يا وفاء. اهم حاجة دلوقتي يا عبلة اننا نشوف هنعمل ايه مع الولد اللي اسمه عادل رمزي ده. الخطأ اللي حصل ده هما الاثنين اشتركوا فيه، مش هي لوحدها، لازم يتصلح بأقصى سرعة. ما بيتصلحش يا وفاء، اللي اتكسر ما بيتصلحش، صدقيني. هو سرق منها الورقة بعد ما كان غرضوا منها وقال لها مش عايزه اشوف وشك تاني.